مساء الخير. الفطرة بتقول إن البنت، أي بنت، بتحب تكون حلوة في نظر اللي حواليها، وعشان كده الستات بيقضوا وقت طويل جداً قدام المراية، تسرح شعرها، تحط ميك اب، تاخدها نص ساعة كده تقعد تفكر بس، وأنا هلبس ده ولا ده، وده طبيعي جداً. لكن اللي مش طبيعي إن واحدة تقرر إنها تبقى ولد، تقص شعرها زي الولاد، تعمل عضلات وتلبس زيهم، زي أخت جويرية. طب إيه اللي خلاها تعمل كده؟ تيجي نسمع القصة من أولها ونشوف بعدها تقول لنا إيه. اسمي جويرية وعندي 18 سنة. اتولدت في بيت هادي ومستقر، والدي شغال في المقاولات وأمي ست بيت، ومعانا يمنى أختي الأكبر مني بخمس سنين، وصاحبتي اللي دايماً معايا. اتعلمنا في مدارس لغات واحدة، مشتركين في نادي واحد، والدنيا كانت ماشية بينا جميلة، لحد ما في يوم أمي تعبت تعب شديد، واكتشفنا إن عندها سرطان في القولون، واكتشفنا ده في مرحلة متأخرة جداً. كانت صدمة كبيرة علينا كلنا، بس اللي حصل بعد ده كان صدمة أكبر. أول ما عرفنا بالمرض قررت أنا ويمنى نشيل المسؤولية عن ماما، وزعنا على بعض شغل البيت ومشاوير المستشفى. كنت وقتها في أولى ثانوي ويمنى في تالتة كلية تربية رياضية. يمنى قالت أنا هساعدها في البيت بشرط أني ما غيبش عن مدرستي ولا دروسي مهما حصل، حتى لو زاد الحمل عليها وشالت مسؤولية أكبر مني مش مهم. حاولت أناقشها بعدها لما لقيتها اتمرمطت، بقيت ما تروحش كليتها، خست بشكل يخض، بس هي قالت لا كله الا دراستك. قلت لها اشمعنى انت؟ قالت لي مالكيش دعوه، انا الكبيره، انا دخلت الكليه اللي بحبها ووصلت للتخصص اللي عايزاه وعرفت مستقبلي، لكن انت لسه في ثانوي، لازم تذاكري كويس، تدخلي الكليه اللي بتحلمي بيها. في الوقت ده كانت بتحاول تبين لنا إنها كويسة، كانت بتيجي على نفسها عشان تخف الحمل علينا، لكن في النهاية المرض بهدلها واستسلمت للأمر الواقع، خصوصاً بعد ما أبونا سابنا. باباهم سابهم، شفتوا؟ تعالوا نكمل بقية القصة. أيوة يا سالي، أبونا ما قدرش يتحمل المسؤولية. من وقت ما أمي بدأت رحلة العلاج وحالها وشكلها اتغير، بقى ينزل وما يرجعش البيت غير متأخر، بيرجع عن نومه بس، وبقت معاملته معانا وحشة قوي، مش قادر حتى يمثل على أمي إنه بيحبها وإنه واقف معاها في مرضها، بقى بيبصلها نظرات قرف بعد ما المرض بهدل شكلها. أتاريه اتعرف على واحدة تانية وبان مع الوقت إنه بيكلمها وعايش معاها قصة حب وقصاد أمي كمان، لحد ما فجأة سابنا وراح اتجوز ونسي تماما ان ليه زوجة مريضة وبنتين، وبدأت المشاكل تزيد. امي كان عندها ورث من باباها، بدأت تصرف منه على علاجها، واختي يمنى سابت كليتها بدأت تنزل تشتغل كمدربة برايفت، اشتغلت كمان في النادي اللي كنا مشتركين فيه، وبقت ما بين مسؤولية امي المريضة ومسؤولية الشغل عشان تساعد في المصاريف، خصوصا اني كنت في مدرسة مصاريفها غالية، ده غير مصاريف الدروس. بقت نفسيتي منهارة وانا شايفة اللي بيحصل ده، مش قادرة اعمل حاجة. ولما امي لاحظت حالتي قالت لي اللي اختك تقول عليه نفذيه، هي اللي هتبقى امك من بعدي. مسؤولية كبيرة جدا على بنات في السن ده. طب اهل باباكي فين؟ طب اهل مامتك من اللي بيحصل ده هما فين يا جويرية؟ تعالوا نكمل. بابا أصلاً كان مقاطع أهله وفي بينه وبينهم مشاكل من زمان وما لناش علاقة بيهم. لما أهل أمي ما وقفوش جنبها يدوب كلمتين متزوقين وخلاص، لكن فعلا ما فيش، لحد ما ماما توفت وخالي قال إنها خدت كل حقها في مراسها عشان تصرف على علاجها، بس أنا ويمنى كنا عارفين إن هو كذاب، وفي بينا وبين أهل ماما أواضي حالياً وعايزين يخرجونا من الشقة اللي احنا قاعدين فيها عشان كانت باسم ماما. وفي عز الوجع والهم ده كله كانت يمنى في أوقات كتير بترجع متأخر من شغلها، تفضل تعيط بحرقة
كنت بعرف منها إنها تعرضت لمضايقات عشان بنت وبترجع متأخر، ده غير إنها بقت مديونة عشاني وشايلة مسؤوليتي بالكامل، ما عندهاش أوبشن إنها ترتاح أو تسيب الشغل. لحد ما في مرة لقيتها قصت شعرها خالص، بقت شبه الولاد. قلت لها إيه اللي أنت عملتي في نفسك ده؟ قالت لي كده أحسن، أنا مرتاحة في الشكل ده. أتاريها عملت كده عشان ما تبقاش ملفتة وهي راجعة من الشغل متأخر، خصوصا إننا ساكنين في منطقة هادية زيادة عن اللزوم. الموضوع مش بس قصة الشعر يا سالي، يومنا بقت شبه الولاد في كل حاجة، في قصة شعرها، ستايل لبسها، وهي كمان طويلة وفرعة، ودراستها وشغلها في مجال الرياضة خلوا جسمها يبان إنه في عضلات. فلكي أن تتخيلي بنت شعرها قصير جدا زي حلقة الولاد، عضلاتها بارزة وبتلبس لبس ولاد. أختي يا سالي بقت ولد بمعنى الكلمة، في الشكل والأسلوب وطريقة الكلام وكل حاجة، لدرجة إنها في مرة اتخانقت مع ولد ومسكته ضربته، والناس بقت تحوش عشان تخلصه من بين إيديها. أنوثتها ماتت، قلبها ومشاعرها ماتوا هما كمان. كنت عارفة إنها مرتبطة قبل مرض ماما، بس طبعاً كل حاجة راحت. وأمي كذا مرة تجيلي في الحلم وتقولي خلي بالك من أختك، تبقى زعلانة قوي، أصحى من النوم أفضل أبكي مش عارفة أعمل إيه، لما أحكي اليومنا عن أحلامي تفضل تبكي وتعيط هي كمان، بس في الآخر تقولي مفيش قدامي غير كده. مع كل اللي حصل ده أنا ما جبتش مجموع كبير في الثانوية العامة، دخلت معهد مش حباه، ما بقيتش أروحه، وطول الوقت في خلافات مع أختي اللي حاسة ناحيتها بذنب كبير ما بقيتش قادرة أتحمله. عرضت عليها أنزل أشتغل وأساعدها، رفضت، قالت لي لو مشكلتك إنك مش حابة المعهد نشوف حاجة خاصة وأنا هتحمل مصاريفها، مالكيش دعوة. بس أنا رافضة تماما، وقلت لها طول ما انت كده انا هفضل في النازل. بس هي بتتعصب عليا وتقول لي يعني عايزاني اعمل ايه، انت ما شفتيش ربع اللي انا شفته، ما جربتيش مرمطة الشغل والناس اللي بتنهشك بعينيها، مستحيل اسيبك تجربي، مش هيبقى احنا الاثنين، كفايه قوي واحده. مع الوقت اختي اتصاحبت على بعض اولياء الامور اللي بيمرنوا عيالهم في النادي، في واحده ست لطيفه جدا بقت صاحبه يومنا جدا، وحبيتها قوي وتعاطفت معاها قوي، وحاولت تساعدها بأكتر من طريقة، مرة عرضت فلوس، مرة قالت لها نروح لدكتور نفسي، لكن يومنا اتعصبت عليها وقالت لها أنا حابة شكلي كده ودي حياتي ودي ظروفي، أنا ما طلبتش من حد مساعدة، واللي مش عايز يعرفني على شكلي وعلى وضعي ما يعرفنيش، وكانت هتخسرها لمجرد إنها حاولت تساعدها. بس أنا اتدخلت وصلحتهم وأنقذت الموقف. ما بقيتش عارفة يا سالي أروح لمين، أروح لمين من الدكاترة عشان يساعدني ويساعدها، قولولي أعمل إيه. دايماً بتخلص رسالتنا عند قولولي أعمل إيه. ها نعمل إيه؟ رسالة جويرية وقصتها مع أختها يمنى. كل واحدة عندها أزمة كبيرة جداً لوحدها، يعني جويرية عايزة ترجع يومنا زي ما كانت بنت حلوة وتشيل معها المسؤولية، ويومنا رفضة بتضحي بأنوثتها بتضحي بشكلها عشان تساعد أختها في التعليم، فجويرية تحس بالذنب ودراستها تتأثر وعمرها ما هتنجح، يعني برضو مش عارفة توصل، والأهل هو ما فيش أهل. الموضوع ده ممكن يتحل، يعني هو ممكن يتحل أصلا مش عارف، بس هو ممكن يتحل إزاي، وإزاي جويرية في حل مشكلتها؟ طب مشكلة أختها ما شفتوش بنات كده كتير؟ طب ده ليه دخل نفسي ولا لا؟ طب الموضوع لما بيقلب كده ممكن نخاف او يوصل لحاجه من الحاجات اللي بقينا نشوفها في مجتمعنا ومش مصدقينها اليومين دول؟ ده اللي هنجاوب عليه بس بعد الفاصل، استنونا.